ولا شيء يفصل بيننا فغرامنا فيك اختلف. في حاجة قلقاك؟ لا ما فيش حاجة. لا في، وحاجة كبيرة كمان. ببقى زعلانة قوي وأنا شايفاك كده. قول لي. تحمليني تلوك. تحمليني يا فريدة. أنا مش متجوزاك عشان أسيبك. أنا متجوزاك عشان كل واحد فينا يبقى مع التاني. انت طيب مش كده؟ هكون شرير ليه؟ لا مش هو ده اللي انا عايزه اقوله. انا عايزه بس احس انك عمرك ما تفكر تاذي او تظلم حد. ما تخافيش شيء، انا اللي طول عمري مظلوم. ساعات الواحد لما يحس انه مظلوم وعايز ياخد حقه في الحياه بيظلم. ايه الكلام ده كله؟ لا ابدا، بسال بس. انت بتحبني؟ انا مش عايزك تحبني، انا عايزك تبقى معاي. انت لما تبقى معاي وحاسس باللي انا فيه، لما تبقى شايفني زي ما انا عايزك تشوفني، يبقى احسن من انك تقولي بحبك وخلاص. ايه الكلام الكبير ده؟ كبير كيف يعني؟ يعني جبت الكلام ده منين؟ هو انت فاكر عشان انا مش متعلمه زيك ودخلت جامعه يبقى مش عارف اقول ولا احكي؟ تبقى غلطان. اللي يحب يعرف اللي ما يعرفوش اي حد يا مروان. وانا عايزك تقول لي كل حاجه. كيف يعني؟ لا مش اللي في دماغك. انا عايزك تقول لي ايه اللي بتحب تتكلم فيه وتكلمني عنه. أنا عارفة إنك بتحب تقرأ كتير، أقول لك هاتلي الكتب اللي شايفها مناسبة بالنسبة لي وأقراها، وأي حاجة مش هفهمها أقول لك عليها، إيه رأيك؟ حد مهم قوي كده؟ أيوه مهم، حمليني دلوقتي، حمليني. يعني ايه هي زيارة وعدت وخلاص؟ لا انا كده زعلانة منك قوي. مش عايز تجدد الصداقة اللي بينا ولا ايه؟ طب بقولك ايه؟ انا عازمك على العشاء عندنا. طب خلاص الاسبوع اللي جاي. خلاص مفيش اعذار.